حركية واسعة يشهدها ميناء كريشتل في وهران منذ اليوم الأول لرمضان من قبل زواره ممن يتوافدون على هذا المرفأ السياحي لاقتناء كل ما لذ وطاب من السمك. ورانا نبيعوا في السمك الأبيض، السمك الأزرق، ذلك كاريش دالحوت. مرحبا بكم، يجوا عندنا السياح من كل الولايات، من كل البلديات. رانا عندنا من الفلوكة البحر، رانا من البحر يجوا عندنا هنايا يشروا عندنا السمك باطل سوما رخيصة. أنا زبون عندها كليون وندي من عندها الحوت دوبي صافي دي زاني، وأنا نلحقوا حتى لهنا نسكنوا فيها ونجوا حتى لهنا ندوا عليه. عندها الأسوام سا ديبون كيسم معقولة، واه ماشي زعما فيها. فوالا سي دو فري مي سي با دو نقول باغزوم خاطش كاين حاجة مكونجلية معاودة لبيعيتو، مي سي با ماشي حاجة. أنا جو بريفير نزيد شوية وندي حاجة جديدة. أصناف من السمك الطازج تزين طاولات العرض، يبقى المميز فيها تسويقها من الصياد إلى المستهلك بأسعار معقولة، يسترزق آخرون بتنظيفها تحت الطلب. احنا كي نجيو هنا كريشتل معلوم باللي كاين اسعار معقوله، خير من نروحوا هاك ولا هاك. هنا كاين كاع الحوت تبارك الله ما شاء الله، كاين كاع الانواع وباسعار معقوله من البحر للمستهلك ديريكت، وما كانش كيما نقولوا وساطه باش الحوت تكون سومه مرتفعه ولا. رانا فاتحين لهنايا في السوق تاع المرفأ كريشتل، رانا نبيعوا لهنا كل انواع تاع الحوت من الصياد للمشتري، ومرحبا بكم عندنا. منتوج وفير وبأسعار مستقرة يستقطب خلال الفترة المسائية من كل يوم العديد من الزوار ممن تستهويهم أطباق السمك لتزيين مائدة رمضان.